أعزائي المشاهدين، ما من مشكلة في المجتمع أو في الأسرة تجدها إلا وتجد سببها ومرجعها هو غياب أو ضعف الوازع الديني. جاءت حلقتنا اليوم تجيب عن هذا السؤال، هل هناك أهمية للوازع الديني في اختيار شريك الحياة؟ ما أهمية الوازع الديني في التعامل بين الزوجين حتى تستمر الحياة؟ تمر على الإنسان أوقات بتعد فيها عن ربه ويفكر إن الدنيا دايمة، لكنها كذبة، كذبة يخفي وراها معاصي اللي تخليه ينسى ان الدنيا فانية. صليت العشاء ابوي؟ ايه بنصلي بابا بنصلي، لاحقين على الصلاة ما بطير، بارك الله فيك. يا ابوي البني ادم بضامن عمره بيعيش لين باكر ولا لا؟ ترى الدنيا الا يومين، ما في شيء بينفعك في الدنيا غير صلاتك وصيامك. انت ما تشوف الدنيا ايش استوت؟ شايف يا فاطمة، الدنيا استوت، غالي ضو، كل شيء بالفلوس، حتى اللي نشتريه نحن بعد غلا، شو نسوي بعد؟ الله يهديك. بس يوم توفت أمي الله يرحمها بالسل، أنت وعدتني أنك أنت ما بترد على هالسوالف، لا بترد تسير المزرعة وتجلس يا ربعك هيلة اللي ما منهم فايدة، مزرعة هاي كأنها مقبرة. استغفر الله العظيم. بس يا أبوي فاطمة بارك الله فيك يا بنتي، مو بحالة هذه، كل ما هي تاخذ منك كم من فلس سويتي لي محاضره. يا بابا انا مو بصغير، وبعدين ترى انا ابوك مو بنتي ابوي. عشان انت ابوي انا لازم انصحك، لاني اخاف عليك، اخاف عليك من عقاب رب العالمين. يا ابوي الله يخليك، جابر صلاتك احسن لك. ان شاء الله يصير خير. انت دعينا بالهدايه وان شاء الله الامور طيبه، ان شاء الله يصير خير. الله يهديك يا رب، الله يهديك يا رب. اسمع صدى صوتي عودتني لضاق صدري، ما تخليلي منو في عود ويغني موسيقى؟ منو في؟ أنا كامل. أنت كامل؟ كامل عظيم. يوم يغيب العقل ينام الضمير، ويوم ينام الضمير يصحى الشيطان اللي بداخلنا ويخلينا نطيع نفسنا ونتبع هواها. النفس أمارة بالسوء، النفس اللي أمرنا ربنا أن نحافظ عليها ونداريها ونسكيها. ما فهم شو قالها. اسكت شوي. ها شو قالها؟ والله بعد هذا أذان الفجر. أنتم بخبركم، أنتم ما عندكم بيوت، ما عندكم أهل يسألون عنكم، ما صدقتوا تجلسون. يلا اضربوا قبل ما تبان الشيفة. يلا يلا بعدين شلها وياك. يلا اصبر شوي يا عمي. يلا حياك صك الباب وراك، صك الباب وراك. الباب كم واحد يصير ياخذ الطافة شوية قبل. اخ ريح شوي. على ابليسك يا فطين، كل ما اسير لابغي شيء سوت لي محاضره. يا الله، لا ربعك ولا المزرعه ولا امر فيكم، احلى منهم ما في. انا اريح شوي لما تبان الشيفه عدل عشان اروح. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور
يوم الوعيد. وجاء عقاب ربنا لعدة أشكال، بالرغم أنه يمهل ولا يهمل. ومتى نحس بالذنب؟ يوم نفقد أعز الناس عندنا، والسبب هو ذنوبنا ومعاصينا اللي خلتنا نوصل لهالشيء. فاطمة سلامتك يا ابني، بس بغيت اطمن عليك. انا بخير يا ابوي، بخير الحمد لله. دائما ان شاء الله يا بنتي. سمحي لي انا بسير اتوضا عشان اصلي الفجر قبل ما يفوت. الله يهديك ويحفظك يا ابوي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم ومع حلقة الوازع الديني وأهميته في الحياة الزوجية. الحقيقة الدراما اللي شفناها بينت قد إيه أن الأمر جد خطير. المال قد يزول والجمال قد يزول، ولا يبقى ليديم العشرة إلا الدين والخلق. وقد يفهم بعض الناس فهم خاطئ مسألة الوازع الديني، يقول لك يعني خلاص كفاية أنها بتصوم وتصلي، أو زوجي اللي هختاره ده شريك حياة بيصوم ويصلي وانتهينا على كده. لا والله، ده فهم خاطئ. ليس الدين صلاة ولا صوم، ده أساس طبعا لابد أن يكون ملازم لشريك الحياة قبل اختياره، لكن المعاملة هي دي الدين، الأخلاق هي دي الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحب الخلق الحسن يكتب الله له أجر القائم، قائم الليل يعني، يصلي فلا ينام ويصوم ولا يفطر. كأنه طول عمره صايم، كأنه طول عمره مصلي قيام الليل، صاحب الأخلاق الحسنة. امبارح تقرأ في جريدة الاتحاد بيقول لك مقال عنوانه: الوازع الديني أكبر أسباب انتشار الطلاق. خلي بالك، قال لك كل 6 دقائق تقع حالة طلاق في مصر من الإحصائيات اللي اتعملت، وكل نصف ساعة حالة طلاق في السعودية. إيه السبب؟ قال لك لو دورت على الأسباب اللي اتكلموا عنها أصحاب التخصص للطلاق هتلاقيها أهمها وأخطرها غياب الوازع الديني. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن الراجل لما بيكون عنده دين هيخاف ربنا ومش هيمد إيده على زوجته. لما يكون عنده صاحب دين، رجل صاحب دين وأخلاق، مش هيهين الزوجة قدام أبنائه الصغار ولا قدام خدامة ولا هنا في أسواق ولا في مول. لما يكون عنده دين هيحط أهلها على راسه من فوق، لأن عارف الدين علمه أن إكرام أهل الزوجة من إكرام أم عياله. لما يكون صاحب دين هيبقى كريم وهيبقى سخي معاها، ومش هيقطر عليها في النفقة ولا يستغل راتب الزوجة وورثها اللي أبوها تركهولها أو أهلها عطهولها. سبحان الله، صاحب الدين يخاف ربنا فيكي قبل أي شيء. قالوا له: من نزوج ابنتنا؟ قال: زوجوها لمن يتقي الله فيها، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أنا النهاردة بركز مع كل الأسر اللي بتسمعني على الوازع الديني، لأنه هو قوام الحياة الزوجية. وقبل ما أكمل كلامنا ونستطرد في عمق أهمية الوازع الديني، معنا اتصال. مين معنا يا أخت موزة؟
معانا اتصال ومداخلة من دكتورة هيدي حسين الاستشارية المتخصصة في العلاقات الزوجية التي ملأت القنوات العربية وخاصة في مصر، سبحان الله، عطاء للأسرة ولبناء وتكافل الأسرة، سبحان الله. الدكتورة هيدي حسين من أمريكا، السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، شرفتي. صباح الخير علينا وعليكم بقى، مساء الخير عندكم. نورتي برنامجنا. التوقيت في أمريكا مختلف دلوقتي أعتقد. أيوة، إحنا الساعة 6:30 و5 دلوقتي. 6:30 صباحا. 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 نشكرك أولا يا أستاذة على تواصلك يا دكتورة في هذا الوقت المبكر، ونتمنى النهاردة يعني أن احنا نسمع من حضرتك إيه أهمية كمتخصصة من وجهة نظرك، أهمية الوازع الديني في الحياة الزوجية أستاذة دكتورة هيدي. يعني بجد الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع شيق جدا، وموضوع مهم جدا جدا في بناء أسرة مسلمة. مش عارف الواحد يتكلم ويبدأ منين. الدين ده احنا مش هنقدر نقول غير اهم حاجه في الحياه. صحيح. الراجل والست، مش هنتكلم على الرجل بس، احنا هنتكلم على الرجل والست. هقول ان الصدق لو الراجل ده عنده دين هيبقى صادق. هنبدا بالرجل برضو، لان احنا عندنا مجموعه معايير كتيره جدا عشان نختار شريك حياه متدين او شريك حياه عنده دين واخلاق. صحيح. زي ما احنا عارفين الكلام الكتير اللي هنقوله، هنقول يكون عنده دين وخلق، وهنقول عنده يكون الوضع المادي بتاعه، هيكون عنده رجل التعليم عنده ايه، هيكون رجل صادق. انا لما هتكلم على الصدق، لاني مفيش حد ايوه عنده دين مش هيكون صادق. الله عليك. هقول حاجه صغننه كده، ان احد الصالحين اتقدم لخطبه واحده. ايوه. عشان اوريك ان البدايه السليمه والصدق، الراجل اللي عنده دين واخلاق من البدايه لما بيعرف خطيبته او شريكه حياته المستقبل، ايوه، كل ما هو عنده بيرتاحوا، البيز الاساس لازم يكون سليم. لما راح يخطبها قال لها ان انا بي عيب في اخلاقي، فان كان بك صبر فبها ونعم. الله. والا لا اغرك بي. يعني الله انا أكبر. عندي عيب فيا في اخلاقي. لو انت عندك صبر هت ايه، انا مش هزعلك، انا بعرفك. ردت عليه قالت له ايه، اسوأ منك عيبا من احوجك الى هذا العيب. الاسوأ منك اللي هيساعدك على ظهور العيب ده، اللي هيخرجه منك، اللي هيساعدك على انك تظهر العيوب دي فيك. الله عليك يا دكتور. ومن هنا بدأوا ايه، الاثنين يتفقوا مع بعض، وكانوا اسعد واحب اثنين مع بعض. يعني معنى كده ايه، الصدق من البدايه. صحيح. لو رجل ما عندوش صدق ولا دين ولا امانه، مش هيقدر يتقي الله ابدا في زوجته ولا في ولاد المستقبل. احنا بنقول ان قرار الزواج ده من اخطر القرارات اللي بياخدها الشاب او البنت في حياتهم. جميل. او الزوج او الزوجه، لان احنا بنقول ان مش بس البنات والشباب اللي بيتجوزوا لاول مره، احيانا في ناس بتتجوز مره واثنين وثلاثه. بالظبط. فقرار خطير جدا. احنا مش بنبص لنفسنا برضو، احنا بنبص ان احنا عندنا اولاد بعد كده، ازاي هنطلع جيل جميل. طب دكتوره احنا النهارده هنطلع تنشئه اسلاميه. احنا عشان كده برضو معلش هقول لحضرتك فضل. لما بنتكلم على المراه، ايوه، شباب كتير بيقعد يقول لك ايه، ماليش دعوه معلش انا لازم الجمال عشان اقوم الصبح اشوف زوجه جميله. والله زائل. مش حاجه، سبحان زائل. الله زائل الجمال، مفيش اي مشاكل. لكن ما ينساش برضو الحديث ان المراه الصالحه كما في الحديث هي خير ما يستفيد منه المرء، خير متاع الدنيا. نعم نعم نعم، خير متاع الدنيا فعلا. مظبوط كلامك دكتورة هيدي حسين من مصر عطت لنا النهاردة. أشكر الدكتورة على اتصالها من أمريكا، عطت لنا يعني زي ما يقولوا الزبد في أن الرجل الصادق هو ده صاحب الدين اللي تختاره الفتاة، والبنت برضو لما يختارها شريك الحياة يختار صاحبة الدين لأنها خير متاع الدنيا. أشكرك دكتورة هيدي حسين على المداخلة الجميلة. معنا اتصال آخر. أستاذة موزة مخرجة العظيمة، معنا مين؟ ابتسام من مصر. السلام عليكم أستاذ ابتسام. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا ابتسام، أهلا بيك استكل، نورتي برنامجنا. الو. ايوه سامعاني يا اختي ابتسام؟ ايوه مع حضرتك. ايوه الكنترول بس يقفله بعد اذنكم عشان اسمع ابتسام. معانا ابتسام، بارك الله فيكي. النهارده بنتكلم عن الوازع الديني، هل من وجهه نظرك كمشاهده الوازع الديني له اهميه في حياه الزوجين او في اختيار شريك الحياه؟ اكيد طبعا، اكيد لازم يبقى في بدايه الحياه الزوجيه بين الاثنين الصدق بين الاثنين، عشان تبني الحياه على اساس سليم. جميل. الصدق لازم الحياه تبني على اساس سليم. لازم يكون في صدق بين الزوجه والزوج في بدايه الخطوبه، لازم يصارحها بعيوبه ويصارحها بعيوبها. جميل. بعيوبها.
احسنت. علشان يعني يأقلموا حياتهم على هذا الوضع، تقبلوا الوضع مع بعضهم، تقبلوه من البدايه ما تقبلوهوش خلاص. بالظبط بالظبط. واحد لازم يبقى فيه وازع من الأول، من اول من إيه؟ اول يبقى فيه وازع يعني دين. الرسول عليه الصلاه والسلام حضرتك يا دكتور قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه صلى الله عليه وسلم وان لم تفعلوا ففتنه وفساد في الارض كبير. الله عليك يا استاذ ابتسام، مظبوط حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالته فعلا في الصميم رواه الترمذي. اشكرك اخت ابتسام على اتصالك. صاحب الدين اذا ما نسبناهوش وزوجناه، النبي بيقول تكون فتنه في الارض وفساد كبير. منين ده؟ قال لان لما اتجوزتهاش صاحب الدين غالبا هتديها لواحد ما عندوش دين. بيعمل ايه بقى اللي ما عندوش اخلاق ولا دين؟ تبص تلاقي الضرب والجرجره على المحاكم مع الاسف، بص تلاقي يهين اهلها، حتى بعد الطلاق بيبقى وضع سخيف مع الاسف، بتبقى مهاترات بعد الطلاق. ليه؟ ما فيش دين. النبي قال عنه واذا خاصم فجر. انا بتكلم عن الراجل والست عشان ما حدش يزعل مننا من ازواجنا وزوجاتنا اللي بيسمعونا. هناك ايضا سيدات بعد اثناء الزواج اذا افترقوا بتبقى القضيه منتهى المشاكل ومنتهى العنف بينهم اللفظي واليدوي. معانا اتصال اخر قبل ما اكمل. مين معانا؟ ام محمد من دبي. السلام عليكم استاذ ام محمد. السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا محمد، شرفتي بنورنا. الله يخليك ست الكل. ايه رايك في النهارده يعني عنوان حلقتنا للاسر اهميه الدين والاخلاق للزوجين؟ وجهه نظر جدا وحساس جدا، حساس جدا للغايه ومهم جدا ان نثير هالموضوع هذا. انا بس بطرح الخبره اللي انا عندي من الوازع الديني. مثل ما احنا في المدرسه يوم نسوي شيء غلط بيقولون ها هاي طالبه المدرسه الفلانيه. أيوة. احنا ما بندخل بناتنا. مثلا الدوام اذا احنا سوينا اي شيء غلط بيقولون ها هاي هذه الموظفات مثلا الدائره الفلانيه او المؤسسه صح الفلانيه. صح صح. فاحنا ما راح نتوظف فيه. كذلك العلاقة بين الزوج والزوجة. إذا الزوجة سوت شيء غلط يخالف قانون رب العالمين الزوج راح يتحاسب عليه ويقولون إنها هاي زوجته وهاي ماخذ واحدة مثل هاي. ونفس الشيء الزوج إذا سوى شيء يخالف قوانين رب العالمين بيقولون ها يعني هي راح تتحاسب على الشيء اللي هو يعني ياسي سوي اللي هو يخالف مبادئ الإسلام. وينعكس على أبناء كمان، وينعكس على أبناء اللي ما عندهاش أخلاق ولا دين بيطلع عيالها يعني. فدائما أبغى أنوه في نقطة مهمة جدا. أيوة. للمستمعين أن كل ثانية تمر في حياتنا إحنا علينا مراقب. ثانية مو دقيقة، ثانية إحنا محاسبين عند رب العالمين، إحنا مراقبين من قبل رب العالمين. يا سلام. هذا السيستم فعال فقط للي يعرفون أن رب العالمين موجود في كل مكان. الله. وسبحان الله اللي يخاف من رب العالمين بيقول لا هذا الشيء حرام أنا ما بسويه عشان ما أضر أسرتي، عشان ما أضر زوجتي، عشان ما أضر زوجي، عشان ما أضر أهلي، عشان ما يعني ما أشوه سمعة الأسرة اللي أنا تعبان عليها واللي أنا تعبان عليها اللي أنا يالس أبنيها وأبنيها يعني. أحسنت يا أستاذ أم محمد. إذن اللي يراقب رب العالمين زي ما قالت أختنا محمد، نشكرك على المداخلة من دبي. اللي يراقب رب العالمين عمره ما هيخون، عمره ما هيكذب، عمره ما يغش شريك الحياة، عمره ما يهين ولا يجرحه. اللي يراقب ربنا هيراعي شريكة الحياة أو شريك الحياة. معانا اتصال آخر ونطلع فاصل أستاذة. طيب أحبة الكرام الوقت الجميل بيجري معاكم بسرعة، أنا ما قلتش كلمتين على بعض لكن مضطر أطلع إلى فاصل فلا تتركوا الشاشة، نذهب إلى فاصل فانتظرونا.